أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. عمان على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وتسلمه السلطة في اليمن، فما الذي تحقق من وعود لحظة تأسيسه حتى اليوم؟ وما هي التحديات والصعوبات التي واجهها المجلس؟ لماذا لم يتمكن من إحراز تقدم ملحوظ في وقف إطلاق النار والاستفادة من الهدنة غير الرسمية لتحقيق اتفاق سلام دائم في اليمن؟ وماذا فعل المجلس الرئاسي لتحسين الوضع الإنساني الذي يزداد كارثية مع وجود ملايين اليمنيين الذين يعانون من الجوع والمرض، وخاصة أولئك العالقين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي؟ أسئلة كثيرة تطرح نفسها في هذه الذكرى، نحاول الإجابة عن بعضها مع ضيوفي بعد متابعة هذا التقرير. يشهد اليمن في 7 أبريل الذكرى الثانية لتشكيل مجلس القيادة الرئاسي ونقل السلطة من الرئيس عبد رب منصور هادي. وفي هذه الذكرى يتساءل اليمنيون ماذا تغير خلال العامين الماضيين، وما الذي تحقق من وعود اللحظة الأولى لتشكيل مجلس القيادة الرئاسي. بحسب مراقبين، فقد كان تشكيل المجلس الرئاسي بمثابة اعتراف رسمي من السعودية بفشلها في أهدافها المعلنة من تدخلها العسكري في اليمن. فالرئيس هادي الذي تدخلت لإعادته إلى السلطة ما يزال في الرياض، وها هو يتخلى عن السلطة بإشراف سعودي في الرياض وليس في صنعاء. الشرعية التي كانت جبهة واحدة في مواجهة ميليشيا الحوثي في العام 2015 صارت جهات وجبهات متعددة في العام 2022، وجاء تشكيل المجلس في خطوة قيل أنها تهدف لتوحيد الصفوف في مواجهة الحوثيين وتعزيز فرص السلام. شكلت السعودية المجلس الرئاسي ومنحته الكثير من الوعود، فيما قدم هو لليمنيين وعودا أكثر سخاء لإنهاء الصراع سلما أو حربا وتحسين الوضع الإنساني، غير أن الدعم السعودي الشحيح للمجلس لم يساعده على تحقيق شيء من وعوده الكريمة، كما أن تناقض مصالح مكوناته لا تساعده على إحراز تقدم في أي من الملفات المطروحة أمامه. لم يتمكن المجلس من توحيد الفصائل اليمنية المختلفة تحت مظلته، ولم يتمكن من إيجاد آلية موحدة لاتخاذ القرار، وغلبت على فترته الماضية المشاحنات وتفرد المجلس الانتقالي الانفصالي بقرارات التعيين، واستحوذ على المزيد من الوظائف لصالح أتباعه، فيما يكاد يبدو عملية إحلال وظيفي لأتباعه على حساب موظفي الجهاز الإداري للدولة الموحدة. بحسب مراقبين، فإن التحديات الماثلة أمام المجلس الرئاسي لم تكن سهلة، خاصة في ظل غياب الرؤية الواضحة لمعالجات الأزمات المتراكمة في اليمن واستشراء الفساد وسوء إدارة الأموال. ومع كل ذلك، فإن استمرار وجود المجلس في مواجهة عوامل الضعف والتفكيك يعد إنجازا يمكن البناء عليه. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا، كما أرحب بضيفي المحلل السياسي ياسين التميمي، أهلا بك معنا، وأيضا ضيفنا الصحفي نشوان العثماني، مرحبا بك أيضا سيد نشوان. وأبدأ معك أستاذ ياسين، إذا ما هي أبرز المآخذ حتى الآن فيما يتعلق بالمجلس الرئاسي؟ تحية لك يا أخت نضال وللمشاهدين وأخواتي مباركة على الشعب اليمني والأمة الإسلامية. أهلا بك. بطبيعة الحال ما من شيء يمكن أن يذكر للمجلس، مجلس القيادة الرئاسي، فعلى مدى سنتين تقريبا هناك محطات مهمة اختبر فيها هذا المجلس وفشل فشلا ذريعا في الالتزامات التي كان يفترض أن يوفي بها تجاه الدولة اليمنية واستحقاقاتها وهويتها وثوابتها. يعني نحن أمام سنتين من التفريط في الجمهورية اليمنية والتأثير السلبي على مكاسب الدولة اليمنية التي تمت من خلال تركيبة في الحقيقة أريد لها أن تعكس وحدة الموقف، موقف الشرعية، لكنها أظهرت إلى حد كبير أن الشرعية ربما تجمعت لتحقيق أهداف المؤثرين الإقليميين، لكنها في الحقيقة هي عملت على هدم ما تبقى من إمكانيات الدولة اليمنية وثوابت الدولة اليمنية. وما نراه اليوم
من يعني هذه الوضعية الهشة، هذه التركيبة الهشة في الحقيقة هي تعود إلى التوازنات الدولية، إلى حتى التوازنات بين البلد الدولتين المؤثرتين داخل التحالف العربي، وليس لتأثير قيادة الشرعية. لهذا في تقديري أن انتقال السلطة في 7 أبريل كان خديعة كبرى مورس ضد الشعب اليمني، الذي تطلع في الحقيقة في تلك اللحظة لحظة اليأس من أداء الرئيس هادي، تطلع إلى أن يهدف هذا المجلس تغيرا يمكن أن يلبي ولو جزء بسيط من متطلبات الشعب اليمني، لكن تبين أن ذلك التغيير وانتقال السلطة كان خديعة كبرى مورست بحق الشعب اليمني. والمجلس اليوم لم حتى يثبت نجاحا على مستوى تفاوضي، نعم، باتجاه السلام حتى مع الحوثيين المدعومين من ايران، فلا هو اظهر شده في التعامل مع الحوثيين، ويعني عمل باتجاه استعاده الدوله بالوسائل الخشنه، ولا هو حتى يمتلك ارادته حتى في اداره التفاوض او اداره الملف السياسي مع الجانب الحوثي. تبين انه في عهد او في ظل مجلس القياده الرئاسي راينا ان التفاوض تم بين السعوديه بشكل مباشر مع الحوثيين، وهذا تجاوز في الحقيقه اساء الى حد كبير لما تبقى من مكان للدوله اليمنيه. نعم. فنحن اذا استعرضنا جرده حساب مجلس القياده الرئاسي، ربما تحققت بعض الاشياء التي وفرتها الاعتمادات الماليه للتحالف، لكن فيما يتعلق نعم. ما يفهم من حديثك سيد ياسين ان يعني هناك فشل اقتصادي وسياسي وايضا عسكري، بل يعني التراجع للوراء فيما يتعلق بالشان اليمني، هذا ما مثله المجلس الرئاسي. دعنا نسمع وجهه نظر الصحفي نشوان العثماني. مرحبا بك معنا سيد نشوان، انت بدورك اذا صح يعني ان نقول ما هي ابرز الانجازات التي يمكن ان نقول انه حققها المجلس الرئاسي؟ أعلن نضال مساء الخير لك والرفيق ياسين وكل المشاهدين والمشاهدات وأخواتي المباركة، ودعونا كذلك اليوم نتوجه بالتحية والتقدير لمدينة عدن ولكل أبناء وبنات عدن وكل من خاض المعركة المهمة والمنعطف الأكثر من رائع لاستعادة ربما السيطرة الحكومية لهذه المدينة وطرد ميليشيات الميليشيات الانقلابية منها في 2015 منذ 9 سنوات. الذكرى اليوم تمر 9 بالتقويم القمري الهجري وليس الميلادي طبعا. قياسا ايضا بما تم الحديث عنه وربما ايضا مرور سنتين على تشكيل المجلس الرئاسي بالفعل، نعم صحيح، يمكن الاشاره الى ان هناك اشياء مهم ان نشير اليها انها تحققت، ولكن الحديث عن الفشل بتقديري اذا ما استطعنا الانصاف ان نقول متى فشلت الدوله في اليمن او متى فشلت اليمن، بتقديري كانت هذا تعود العام 1994 وليس. دعنا نتحدث عن الانجازات التي اشرت اليها، نود سماعها سيد نشوان. نعم، ربما يشار لانه من حيث وجود هذا المجلس بالائتلاف الحكومي هذا المعترف به بهذه المكونات، بانه هؤلاء الفرقاء ايضا بينهم تباينات كبيره وكثيره وعديده، ولكنهم في الوقت نفسه يشكلون هذا المجلس خلال سنتين ما زال متماسكا الى حد ما. هذا بتقديري يشكل امرا جيدا. دائما نكرر معه القول ان هذه اللوحه التي ينتمي لها اليمنيون بكل تنوعهم، وليست تلك اللوحه الاخرى السوداويه التي ربما تريد جر اليمن الى مربعات لا تنتمي للوقت الحاضر. هذا من جهة، من جهة أخرى الإنجازات على الأرض نحن ربما الكل يجمع على هذا أنها ما زالت قليلة وطفيفة، وإن كانت موجودة لكن المؤشرات تقاس دائما بما يخص الخدمات وما يخص أيضا العملة بما يخص أيضا الجوانب الأمنية والعسكرية من حيث القدرة على توحيد التشكيلة الواسعة لي المنظومة الحالية تحت إمرة الحكومة المعترف بها دوليا، وأن تكون هناك أيضا
قدرة على الحركة واتخاذ القرار وانسجام أكثر لتوحيد هذا الصف الحكومي الذي ينتمي له اليمنيون إزاء الطرف الآخر الذي ما زال يستقوي بأشياء كثيرة وما زال يفرض للأسف الشديد أجندة أخرى وربما رؤيته هو على الواقع. ومن ذلك كان ما تم قبل عامين ربما أو قرابة عامين في أكتوبر 2022 عندما تم استهداف الموانئ الشرقية للبلاد وإعاقة تصدير الجانب المشتقات النفطية الذي ألقى بظلاله على قدرة هذه الحكومة في الجوانب الأخرى الخدمية والمالية والتي باتت وفق ما صرح به رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالأمس في مقابلة له مع صدى البلد القناة المصرية أن الحكومة ستعتمد على ما يقارب 30% فقط من مقدرات الدولة وهي ربما إشارة إلى ما تعتمد في نفوس الجمارك. نعود إلى النقطة التي ذكرتها سيد نشوان فيما يتعلق بأن المجلس الرئاسي لا زال متماسكا حتى الآن رغم الاختلافات الكبيرة بين أعضائه وأن هذا النجاح يعد أو يحسب لهذا المجلس، بينما البعض يقول بأن هذا المكون أو هذا التكوين هو ما ساهم بعرقلة عمل هذا المجلس وعدم تحقيق أي من أهدافه ووعوده التي أنشئ لها، وبأن هذا التماسك فقط قائم حسب الأطراف الإقليمية المستفيدة من هذا المكون ككل. اعترافا بجزء من هذا التوصيف صحيح، الثقل الاقليمي حاضر بقوه للدفع قدما باستمرار هذا التماسك، هذا صحيح وهذا الشيء معين. بالقياس للداخل اليمني عند الفرقاء يختلفون وقد ربما يحتاجون طرف اخر للتدخل للتوافق فيما بينهم، بينما هناك من ينتظر الفرصه لاستراتهم جميعا. وهو هنا ما يخص جماعة الحوثي. للأسف الشديد حتى المنطق الذي أنتم في قناة بلقيس تقولونه دائما المجلس الانتقالي الانفصالي القوات الانفصالية الجنوب، وكأنه أيضا عدم اعتراف بشريك مهم وأساسي على الأرض يجب أن يعطى الحق والإنصاف اليوم أكثر من أي وقت مضى، ليس فقط في الجانب الحكومي الرسمي ولكن أيضا من قبل كل إنسان حر يتطلع إلى أن يبني وطنه بشكل أفضل. نعم. لانه ماذا يعني اليوم استعداء مثلا دائما هذه النبره نسمعها الجنوب والجنوبيين والمجلس الانتقالي والانفصاليين ماذا نريد مثلاً؟ سيد نشوان بلقيس لا تتبنى اي وجهه، هي فقط تتحدث عن ما يدور وتنقل الاخبار واخرها التصريحات الصادره من عيدروس الزبيدي ووعوده المتكرره بتحرير الجنوب والانفصال. لكن نعود لمحور هذه الحلقة سيد نشوان، يعني بالإشارة إلى ما ذكرته أيضا هذه التباينات المتواجدة كيف يمكن التغلب عليها؟ دعني أنقل هذه الفرصة حتى أو هذا السؤال لسيد ياسين حتى يتم توزيع الوقت بشكل متساوي. سيد ياسين تفضل، كيف يمكن للمجلس تجاوز أهم العقبات وهي المتمثلة بمكوناته المتضادة وصاحبة المشاريع المختلفة؟ ليس من أولوية أعتقد المشاركين في هذا المجلس هو التغلب على التباينات. الأعضاء الذين شكلوا هذا المجلس هم يمثلون مشاريع سياسية متناقضة، وبالتالي هم يسخرون كل إمكانياتهم للوصول إلى أهدافهم السياسية وإلى تدعيم مشاريعهم السياسية. ليس من ضمن أولوياتهم بناء التوافقات، لأن التوافقات هذه في النهاية ستؤدي إلى أن ينصرف جهد مجلس القيادة الرئاسي لخدمة الدولة اليمنية، لكن هناك في مجلس القيادة الرئاسي من لا تعنيه الجمهورية اليمنية أصلا، ومن يتصرف مع الجمهورية اليمنية باعتبارها دولة أجنبية وإن تعين أن التحلل منها أو الانفكاك منها، هذه واحدة من المشاكل الكبرى في الحقيقة. ليس هناك مساحة للنقاش حول مسألة توحيد موقف، يعني أكثر الناس إخلاصا داخل المؤسسات الشرعية اليوم يقول دعنا نواجه الحوثي ونتخلص منه ثم نفكر من الذي يمكن عمله ثم نعود إلى إرادة الشعب اليمني هي من تقرر، لكن في الحقيقة هناك طيف واسع من المسؤولين والقيادات التي وضعت في مناصب لهذا الغرض تتبنى فكرة أن الآن وليس غدا. لماذا؟ نصل إلى يعني لأنه الداعم الإقليمي للأسف يتصرف مع الساحة اليمنية باعتبارها ساحة مستريحة. هناك طرف إقليمي مثلا يطرح بقوة فكرة فصل الجنوب عن الشمال، وهذه وقاحة لا يمكن القبول بها مطلقا.
وهذا الأمر شجع الأطراف اليمنية في أن تبعثر جهود السلطة الشرعية وتحول يعني معظم جهود السلطة الشرعية إلى جهود عبثية. فلا هي وصلت إلى أهداف الانفصال ولا هي سمحت بمواجهة التهديد الحقيقي الذي تعترض يعني يواجه الدولة اليمنية. هذا الأمر مقصود لذاته، أنه ليس لا يسمح لوجود قوة وطنية تدافع عن الدولة اليمنية، عن خيارات الدولة اليمنية، يبقى هذا الفراغ لكي يتسنى للمؤثرين الإقليميين أن يتصرفوا وفق إراداتهم وأولوياتهم ومصالحهم. لكن هل يعني هل يجوز تحميل الرعاة الإقليميين مسؤولية كل ما يحدث؟ أليس المجلس هذا مطالب أمام الشعب اليمني بتوفير هذه الخدمات بالمعالجات السياسية والاقتصادية والأمنية، أم أن يعني فقط من يتحمل المسؤولية هم الرعاة الإقليميين؟ لا، ليس بهذه الطريقة. هذا المجلس من الذي فرضه؟ هذا المجلس فرضته الإرادة الإقليمية، وفرضته بهذه التركيبة حتى يأتي مشلولا ويعجز عن القيام بأي شيء. ثم حتى لو لم يكن عاجزا، هناك أطراف في المجلس القيادة الرئاسي لديه القوة حتى المالية والعسكرية لعمل شيء، لكن هذه القوة المالية وهذه القوة العسكرية ليست مسخرة لتدعيم مركز الدولة اليمنية، وإنما لتحطيم مركز الدولة. لكن نعم، بالنظر إلى التطورات في المنطقة خلال الفترة الماضية سيد ياسين، لماذا لم يستطع المجلس الرئاسي تجاوز كل هذه العقبات وتقديم نفسه للمجتمع الدولي وحتى للرعاة بأنه قادر وبأنه سيد الأرض مع التجاوزات والخروقات وحتى سعي لتصنيف ميليشيا الحوثي وقد صنفت منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة؟ للأسف يعني إذا كنت تشيرين إلى التطورات في البحر الأحمر، نعم، القيادة الرئاسي أبدى موقف واضح فيما يتعلق بهذه التطورات ودعا إلى يعني أو ربما أدان ما يقوم به الحوثيون، لكن طرح في مجلس القيادة الرئاسي ذهب بعد من ذلك وعرض نفسه لكي يكون شريكا للقوى الغربية لفرض الأمن والاستقرار في جنوب البحر الأحمر. هذا الأمر، هذا النوع من العروض يتم خارج الدولة اليمنية وخارج أجندة الدولة اليمنية، وهذا الأمر فيه انتهازية يعني لا معنى لها في هذا التوقيت، لأنه لا يمكن يعني أن تصل إلى أهدافك من خلال إظهار أنك جزء من إرادة المجتمع الدولي. أولا، ما يدور في البحر الأحمر هو يعكس يعني مشروعين انتهازيين خطيرين جدا، أحدهما هو المشروع الأمريكي الذي يروق له توظيف جماعات الحوثي في عملية عبثية في البحر الأحمر لصرف الأنظار عما يدور في قطاع غزة. أما الإرادة الانتهازية الثانية فهي إرادة التي يمثلها الحوثيون من ورائهم إيران، يريدون الوصول إلى أهدافهم ذات العلاقة بالسيطرة على الجمهورية اليمنية من خلال إظهار أنهم جزء من القضية الإسلامية وأنهم يدعمون القضية الفلسطينية. المطلوب هو يفترض أنه موقف حازم وقوي من السلطة الشرعية، لكن هذا الموقف سنعود إلى ما يفترض على الشرعية أن تقوم به حتى تتجاوز ما يواجهها الآن. لكن هنا أنتقل إليك بهذا السؤال سيد نشوان، كانت هناك الكثير من الوعود التي صاحبت تشكيل هذا المجلس الرئاسي، إعادة الإعمار والتنمية، لكن لم يتحقق شيء حتى الآن، لماذا؟ اسمحي لي بس نضال أنه أوضح وجهة نظر كاملة دون مقاطعة. تفضل. أولا أقول للرفيق ياسين، لا توجد هناك أي قوة إقليمية تدعو لما يسميها الانفصال، وليس هناك أي دفع بهذا الاتجاه على الإطلاق. كل ما يفترض أن يسمع المشاهد من أي محلل أو صحفي هو الإنصاف، وأهم ما يجب أن ينصف اليوم في المعادلة اليمنية هي القضية الجنوبية. الجنوب يا سادة لديه قضية رئيسية ومحورية هي نصف المعادلة السياسية والحقوقية لليمن. هذا الجنوب وفر كل شيء للمجلس الرئاسي واحتضن كل القوى السياسية في مدينة عدن العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية. اليوم ابتعدوا عن أي صيغة فيها لغة من التعالي، تريدون من الجنوب أن يساهم في كل شيء وأن يتخلى عن كل شيء فقط ليحقق الأهداف التي ترونها مناسبة. هذا غير صحيح وغير جيد بالمرة. يفترض أنه نتجه نحو الإنصاف وأن نقرأ الواقع كما هو. ثم المجلس الرئاسي بكل تشكيلاته الحالية
وصحيح بيني يخوض تباينات ولديه إشكالات، وهذه تعلو على السطح في كثير من الأحيان، لكن لأن الواقع اليمني أيضا واقع فيه انقسامات وتشرطيات كبيرة، وكان الحال لابد أن يقود إلى هذه التشكيلة. واليوم عندما نجد رئيس مجلس القيادة الرئاسي يتفهم كل هذه التباينات ويتفهم أيضا المسار الجنوبي ضمنها، تشن عليه وعلى هذا المجلس الحملات. ليش؟ لأنه يعلو مسألة الدفاع عن الوطن والوحدة وما إلى ذلك. هذه لغة يفترض أن تكون بائسة. الفشل الذي نعيشه كيمنيين يعود إلى عام 1994 وليس إلى قبل 10 سنوات وليس إلى قبل 2 سنين. اليوم على هذا المجلس أن يركز على نقطتين أساسية جدا. النقطة الأولى أن هناك في الشمال جماعة سلالية ثم خطأ أنصار الله، وهي في الحقيقة أنصار الشيطان، تنتظر اللحظة لالتهام الجميع والقضاء على كل الأحلام الوطنية والمشروعات اليمنية. ومن ثم على كل هذه الأطراف اليوم أن تتفهم ما لهذه القضايا الوطنية العادلة من استحقاق يجب الالتفات إليها. لماذا نجد اليوم هناك في الجنوب تململ، والجنوب أصبح اليوم كل القوى في الجنوب لا تثق بأي قوى في الشمال، أصبحت ثقة معدومة. ليش؟ وهل تثق بالانتقالي؟ السؤال موجه لك سيد نشوان، هل هذه المواطن البسيط في الجنوب هل يثق بالانتقالي رغم هذه المدة الزمنية الطويلة التي يسيطر الانتقالي أمنيا على كل هذه المناطق، ولا تقدم للخدمات ولا حتى إنجازات تذكر لهذا المجلس؟ المجلس الانتقالي إذا ما تحدثنا عنه هو الآخر لم يصل إلى حالة مثالية يرضي بشأنها أو عنها المواطن في الجنوب نفسه. هناك انتقادات من الجنوب نفسه للمجلس الانتقالي، ولكن هذا شأن آخر. نقول معه حتى اليوم الأصوات التي يفترض أن تفصل وربما تقرأ ما يجري. من هو المجلس الانتقالي؟ المجلس الانتقالي هو عبارة عن ائتلاف فصائل جنوبية تحت هذا المسمى، مع بقاء فصائل جنوبية أخرى خارجه، وهي تتحاور فيما بينها تحت مظلة القضية الجنوبية التي تنتظر استحقاقا ليس فقط جنوبيا على مدى مساحة كل الجنوب، ولكن أيضا على مساحة كل اليمن، لأن اليمن تختلف عن سوريا عن ليبيا عن أي دولة في الشرق الأوسط. نحن كنا دولتين توحدتا سلميا، وفشلت هذه الوحدة بعد 4 سنوات، وظلت كل هذه التشطيات والمشاكل تنتج عن هذا الفشل العائد إلى عام 1994. سؤال أخير سيد نشوان، هل لدى هذا المجلس، هل تعتقد بأن هناك رؤية موحدة لمشروع أو شكل الدولة مستقبلا؟ أنا أثق أولا بالدكتور رشاد العليم بثقة كاملة، وأراه صادقا في كل حواراته وما يقدمه، وبالتالي أثق بالأعضاء الذين يشكلون هذا الائتلاف الرئاسي. فقط أتمنى من الجميع أو أقرأ في القادم أنه عليهم التغلب على التباينات التي تطرأ أحيانا بينهم. لأن كما قلنا وأسلفنا وكررنا عديد المرات، هناك طرف ينتظر الجميع ليلتهم الجميع، وبالتالي الضرورة تحتم اليوم على أن يكون هناك مشروع وطني ينتمي إلى ضرورة استعادة الدولة من جهة، وإنصاف القضايا العادلة من جهة، وفي مقدمتها ونصف المعادلة السياسية اليمنية هي القضية الجنوبية. نعم. شكرا جزيلا لك الصحفي نشوان العثماني. وأعود إليك بسؤال أخير سيد ياسين، كيف يمكن لهذا المجلس إذن، أو ما المفترض الآن القيام به حتى يتم تحقيق كل الوعود التي تم ذكرها لحظة تأسيسه وتشكيله؟ لا أعتقد أن مجلس القيادة الرئاسي يمتلك هذه الإرادة. مجلس القيادة الرئاسي أعتقد أنه يرتهن بشكل كامل لقوى خارجية هي تعرف كيف تتحكم بقراره السياسي، من خلال الاقتصاد، من خلال الأمن، من خلال كل شيء تقريبا. بمعنى أنه مجلس القيادة الرئاسي بما هو انعكاس لمشاريع سياسية متناقضة سيبقى أنا في تقديري مشلول، وليس من أولويات التفكير عما يتعين عمله لفائدة الدولة اليمنية. طبعا مجلس القيادة الرئاسي هناك شخصيات مهتمة بالمشروع الوطني لكنها مكبلة، وهناك قسم من مجلس القيادة الرئاسي حدد موقفه بوضوح. نحن لا نمارس هنا الانتقاد، لكن نحن نوفق ونقول أن هناك 3 أعضاء على الأقل في مجلس القيادة الرئاسي محاذوا المشروع الانفصالي، وهذا المشروع الانفصالي بات عقبة كأداء أمام أي جهد وطني لاستعادة الدولة اليمنية وهزيمة الحوثيين. مسألة
العودة إلى جذور الأزمة الجنوبية في 94 يمكن الحديث عن هذا بموضوعية، لكن ما الذي حدث منذ ذلك الوقت إلى اليوم؟ يعني الطرف السياسي الذي أنتج تلك الأزمات المتلاحقة الشعب اليمني ثار عليه وآخر وضحت ويتعين اليوم أن نفكر بشكل مختلف. اليوم الدولة اليمنية ليست يعني لم يعد يهيمن عليها طرف بحد ذاته، وإنما حتى الجنوبيين اليوم لهم نصيب كبير جدا في هذه الدولة، ويتعين أن يتصرفوا بمسؤولية وعلى الأقل يحترموا حاجات الشعب اليمني. واضح. حمل كثيرا وعانى كثيرا بسبب استمرار الحرب والفوضى والاضطراب. نعم، أشكرك جزيل الشكر ياسين التميمي المحلل السياسي، وأعتذر لمقاطعتك لانتهاء وقت هذه الحلقة، كما أشكر أيضا ضيفي الصحفي نشوان العثماني. أشكركم جزيل الشكر مشاهدينا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في زوايا حدث جديد.